أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وبالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك ركبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما لا مقربة. أو مسكينا لا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. तो जी हाँ दोस्तों, डेली तलावत कुरान के न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।